يقول تعالى: ولا تتمنوا. ضمير المذكر معنى ذلك أن الخطاب يشمل الرجال والنساء. لو كان خطابا للنساء لكان الضمير يأتي مؤنثا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. في البداية نريد أن نقف مع ما روي كسبب للنزول. نبدأ بما ذكره في الشيخ الشهير الطبرسي في مجمع البيان، قال أنه روي أن زوج النبي صلى الله عليه وآله أم سلمة قالت للنبي الكريم: يا رسول الله صلى الله عليك وآلك، يغزو الرجال وأفضل الأعمال، ومن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، يغزو الرجال ولا تغزو النساء. ولا تغزو النساء، يعني الآن ناظرة أم سلمة رضوان الله تعالى عليها إلى ثواب الآخرة. هذا الشق الأول من كلامها. الشق الثاني: وإنما لنا نصف الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن في تساؤلها كأنما هناك تفضيل للرجال في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ضعف في الأرث، ضعف الرجل، ضعف الأنثى، وفي الآخرة ثواب الجهاد وما أدراك ما الجهاد. فليتنا رجال، يعني هذا اللي اليوم بعض النسويات تقول: ها شوفوا شريعتكم ذكورية تفضل الرجال على النساء. فليتنا رجال ونغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال. فنزلت الآية، هذا ما ذكره الطبرسي في مجمع البيان. صاحب تفسير المنار يقول: لا، الرجال متكلمين، إن جماعة من الرجال المسلمين قالوا: نرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث، فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء. يعني تصلي المرأة لها ثواب، الرجل للذكر في الثواب مثل ضعف مثل حظ الأنثيين. يريد يعني مثل ما فلوسنا أزيد هناك ثواب أزيد. أي بعض الرجال المسلمين، هاي كلام رجال. والنساء: وقالت جماعة من النساء المسلمات: إنا نرجو أن يكون الوزر الإثم علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا. يعني مثل ما الله أعطاهم لي أزيد خلي حاسبنا هناك. خل طبعا في رواية: اللي يرضى مني بالقليل من الرزق أرضى منه بالقليل من العمل. فالنساء الآن وظفنا هذا الأمر، قالت: مدام فلوسنا هني نص وزرنا هناك نص. الآن الكلام في أسباب النزول لما؟ لأن في نظر إلى بعض الفوارق التشريعية على أنها تفضيل لطرف على طرف. الحقيقة أن الله تبارك وتعالى لم يفضل، بمعنى هذا أكرم عنده من هذه. فضل بمعنى زيد، نعم زيد هذا في الإرث، زيد شيء آخر. لما؟ أدوار، ما يحتاج يدخل علماء كلام واجد. أنا عندي ولدين، إذا واحد طر يشتري خبز، نفس اللي أطر شيء يشتري فرن، هذا أعطي نفس المبلغ أبو خبز نفس أبو فرن؟ لا طبعا. فإذا كل واحد دوره يتطلب إمكانيات معينة. الآن المرأة أعطوها نصف، لكن أمر الرجل أن ينفق. ففي الزواج
وهو حاجات للطرفين، الرجل يحتاجها وهي تحتاجه، لكن الزوج هو الذي يدفع المهر، ولها أن تطرح ما تشاء من مهر، مفتوح المجال. ثم عليه الإنفاق ولو كانت أغنى منه، هذا دور. ما كلفت المرأة بالإنفاق على رجلها على زوجها، فهنا لأن كلفناك تنفق أعطيناك من الأرث، هذا مو امتياز إلك، هذا ليعينك على الدور الذي أعطيناك إياه. وليس دائما الرجل نصيب وزي من المرأة، ساعات الأم واحد مات عند أم وعنده 10 أولاد، الأم بتأخذ سدس، الأولاد كل واحد بيأخذ أقل من الأم. مو دائما الرجل الذكر ما هو ذكر زي من المرأة في الأرث، في تفاصيل، لكن أريد أقول هذه مو امتيازات بالمعنى الذي فهمه بعض الصحابة. لهذا الله تبارك وتعالى يقول أنا نوعت الأدوار وليكم ثواب ما يضيع، إن الله لا يضيع عمل عامل، ثوابكم مسجل، والذكر في موقعه كالأنثى في موقعها. أنت جاهد، أنت صاحب بنية قوية روح جاهد، أنت جهادك حسن التبعد، نفس الثواب. أنت إذا تموت في الجبهة شهيد، هذه تموت في الولادة شهيدة، فالله تبارك تعالى عادل. هذا المشكلة وين صاير اليوم عقب 1400 سنة؟ ما زال بعض بناتنا ينظرن لأدوار الرجال على أنها تميز. ليش الرجل يصير قاضي يعني ما يصير قاضية؟ هو القضاء امتياز، القضاء يفر منه كل عاقل. لقد جلست، أمير المؤمنين عليه السلام يقول له في رواية، لقد جلست مجلسا لا يجلس إلا نبي أو وصي أو شقي. صاحبها تقضي ما تظلم، هو امتيازه. شفنا الخلص يعني اللي يخافون يفور، مو كل قاضي مو مخلص، بس أريد أقول اللي يعني خاف الله بعد ساعات يقول أنا وش لي بهالمسؤولية. على مستوى العمل وجلب الرزق يحتاج بنية ويحتاج الرجل أعطيه دور يناسب، أنت لطافة تحتاج تربية، دورش مقدس، دور القرآن يقول سيل عنه سيل الإمام، دور المرأة، دور الأم، دور القرآن تربي الإنسان. بالتالي إذا نظرنا للأمور كامتيازات سيتولد في النفس التمني، هذا أولا. إذا أنظر عندك امتياز أنا ما عندي أتمنى اللي عندك، ثم بعد التفكير فيه كثيرا يتحول إلى حسد. واليوم الفكر النسوي يطرح كيف نتخلص من الرجال، الإسلام يقول النساء شقائق الرجال، الفكر النسوي يقول النساء والرجال في شقاق، استغنى عن الرجل، تقدرين تتزوجين أنثى مثلش وما تحتاجين للرجل. كذي اليوم وصل الفكر، مو في البحرين يعني، في بعض التطرف في الفكر النسوي، فيتحول من أمنية إلى حسد، ثم من حسد إلى ممارسات ضد الرجل، وتبي تأخذ نفس المنصب ونفس الدور وتتحول في طريقة معيشتك الرجل. هذا التنوع تنوع أدوار احتاجه النظام الأكمل. إذا بنجي بنصر على أن المرأة تصير رجل يختل النظام العام، وبالتالي هي سترهق لأنها ما تقدر تحمل مسؤولية غيرها، والرجل بيضطر يتحمل مسؤوليتها لأن هي راحت رجل، بيرهق الرجل. النظام مو ما يتحمل أن كل واحد يأخذ غير اللي خلق لأجله وغير الإمكانيات التي أعطاه الله، هذه مشكلة. شوف الآية، خلينا نرجع عليها. ولا تتمنوا ما فضل الله، هذا أمر الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، وما يفعل الله حكمة. يا ابنتي أنت تعترضين على الله ولا تشعرين. الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. هذا يمس أصل إيماني وإيمانك إذا نعترض على تشريع الله الثابت. ولا تتمنوا ما فضل الله به، قال بعضكم، ترى أنتم شيء واحد، هذا بعض الشيء وأنت البعض الشيء الآخر، فأنتم شيء واحد. الواحد ما يحسد نفسه، أنت وهو شيء واحد، كل أنت جزء وهو جزء وكلكم شيء واحد. فالإسلام يعبر عنا كأن أنا بعضها وهي بعضي، نكتمل معا، فكيف أحسد بعضي وكيف أتمنى دور بعضي؟ اليد لا تتمنى دور الرجل، والرجل لا تتمنى دور اليد، هذا كل واحد له في موقعه دور. قال ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا. الاكتساب مو دائما بالاختيار،
عند الناس العاديين يقول اكتسب يعني بفعله، لا، هذا يشمل ما كان بالاختيار وما ليس بالاختيار ولو مجازا. مثل يقول واحد فلان اكتسب الشهرة بجماله، هو جماله مو من عنده مو باختياره، لكن حصل على شهرة بسبب شيء مو اختياري. كذلك الرجل عنده مواصفات جسدية ونفسية جعلت منه يعطاها الأدوار، والمرأة تعطى تلك الأدوار. قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله، ما قال واسألوا الله ما أعطاه الآخر. الله مو فاتح المجال أن المرأة تصير رجل والرجل يصير امرأة، هذه خل بالنظام العام، لكن فضله ما عين، يعني يقول يا رب تفضل علي بما هو صلاح لي، ما أقترح على الله وألح. في ناس يقول يا رب إلا تعطيني فلوس، أنا أدري الفلوس هي الحل، مو أنت اللي تدري. ثعلب بن حاطب طلب الفلوس وصار منافق تالي، فأعقبهم نفاقا في القرآن يقول فسرت فيه. فبالتالي أنا أطلب من الله فضله لكن لا أقترح عليه وهو العالم وأنا الجاهل، أقول أنت بحكمتك وكرمك ولطفك بي ورأفتك بي أنت أعطني ما هو صلاحي. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو خلقني يعرف مصلحتي، أنا كذكر هي كأنثى، النظام العام. فإذا نحتاج إلى أن نسلم. نحن نعيش هذه الأيام ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام. نختم بالرواية التي طالما سمعتموها، الرواية يرويها إمامنا، يقولها الإمام الباقر عليه السلام، يقول تقاضى علي وفاطمة أمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في الخدمة، يعني في الأدوار المنزلية، وش دور الرجل وش دور المرأة. فقضى رسول الله، فقضى على فاطمة عليها السلام بخدمتها ما دون الباب، قاعدين تين دورش في البيت هذه الأدوار. وقضى على علي عليه السلام بما خلفه، روح اشتغل وجيب رزق الأسرة. قال شوف التكملة، ما جابوا طاري إمام علي وش قال، قال فقالت فاطمة. اليوم هذا خب مو حرام تشتغل المرأة، ما حرم الإسلام، بس يقول لها في دور أقدس، في دور أقدس. الآن فاطمة وهي أوعى من كل بناتنا وزوجاتنا وأخواتنا المعترضات، فقالت فاطمة فلا يعلم ما دخلني من السرور، سرور مو تسليم على مضض، فلا يعلم ما دخلني من السرور إلا الله بإكفاء رسول الله صلى الله عليه وآله تحمل رقاب الرجال. يوم بعدني أني كأنثى بين رجال صعب، يوم بعدني خلاني بعيد عن مواقع الرجال والتعامل معهم، أني مسرورة جدا. هي الآن ما قالت هاي تفضيل وليش وليش أنا في البيت، ما تنظر هالنظرة، تنظر إلى فطرة نقية لا تعرف وش اللي يناسب الخلقة، فهي مسلمة. إحنا نحتاج أن نتعامل يا الله تبارك تعالى مو كواحد منا وفينا يصيب ويخطئ نقول له هني غلطان هني صح، نخطئ أنفسنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد وآله الطاهرين.